السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الوصفة ديال لاموغانغ الفرنسية باللوز إفيلي. غندير وحدة باللوز إفيلي وحدة غنديرها عادية، دونك نتمنى ان شاء الله تكون غتعجبكم هاد الوصفة. ندوزو للمقادير. باش غادي نصاوبو هاد لاموغانغ، غادي عندي هنايا 5 ديال الابيض البيض، وغندير معها 200 غرام ديال السكر، وعندي اللوز الافيلي مزيان ان شاء الله. بونجور ا توس، aujourd'hui on va préparer une meringue française aux amandes effilées. Donc j'ai besoin de 5 blancs d'œufs, 200 g de sucre et les amandes effilées bien sûr. دابا غادي نطلعوا الابيض البيض ديالنا، غادي نطلعوه غير على لا فيتيس 2 حتى يرغوي لنا، عاد كنبقاو نزيدو السكر بشويه بشويه ونبقاو نزيدو في لا فيتيس. دونك جو في مونتي مي مون بلون دوف ا فيتيس مويان. دابا غنبقاو نزيدو السكر شويه بشويه البنات. لاموغانغ ديالتنا كنطلعوها البنات حتى كتدير لينا هاد كما كيقولون فرونسي لو بيك دوازو، المنخار ديال الطير، كتبقى هكذا باش تنجح معكم لاموغانغ. دونك جي باتو مي بلون افيك لو سوكر، يفو باتر يفو على فان افوار بيك دوازو بور ريوسير سا موغانغ. دابا غادي نقسم لاموغانغ ديالتي. هادي غادي ندير معها اللون احمر باش تعطيني واحد اللون غوز، درت بزاف. ولا ما نهرسوش الابيض. بالنسبه للاموغانغ ديالنا البيضاء، غادي نهزوها بواحد المعلقه، غادي نديرهم شويه كبار البنات. هنايا في فرنسا كيديروهم كبار كبار بزاف. كيبقى لكم اختيار، انا غير كنوريكم لا موغانغ فرونسيز كيفاش كيصاوبوها هنا الحجم اللي كيعطيوها.
دابا غنزوقوها باللوز افيلي دونك اون لا ديكوري افيك لي زامون دي فيلي بيان سور البنات غندخل لا مورينغ ديالتي على 130 على 100 درجه لمده ساعه ونص، وغادي نعاود نطفي الفران ونخليها في الفران مطفي ساعه ونص باش لا مورينغ ديالتنا كتنشف. دونك جو في ميتغ ما مورينغ ا 100 دوغري بوندون 1 اور ديمي ابري جو في ايتان دون لو فور و جو في لا ليسي انكور 1 اور ديمي او فور ايتان بور سيشي. دونك جو ودي ا توت الور. وهذه اللي درناها بالغوز غنديرها درتها في دون اون بوش غنديرهم هكذا يا صغار. هادي غادي نزوقها بشويه ديال السكر ملون اختياري باش نعطيها شويه ديال البنات. واحد العمليه نسيتها نورمالمون كان خصني نديرها قبل ما ندير لوز افيلي، ماشي مشكل ان شاء الله الا جربتوها. غديروا سكر كلاصي عاد ديروا لوز افيلي، نسيتو سمحوا لي معليش. دابا غادي ندردرهم ندردرو معليش فوق اللوز. هاد العمليه ديروها قبل ما ديروا اللوز باش يعني الطريقه تكون هي هذيك، ماشي مشكل. دونك دابا نقول لكم ا توت الور البنات. لا مورينغ ديالتنا الفرنسيه كتجي هكذا ما شاء الله، كيديروها هما هكذا كبيره باللوز افيلي، وهذه درت عليها داك السكر الملون. دونك نوتر مورينغ لي بريت نورمالمون. هما هنايا ملي كيصاوبوها يعني لي شاف ملي كيصاوبو لا مورينغ كيقول لك نخليوها 7 ديال السوايع في الفران. انا جاتني 7 د السوايع بزاف في الحقيقه، ساعه ونص قداتني. ها نتوما كنقطع لكم وحده، ها نتوما شفتوا كتقطع كيفاش كي دايره، ناشفه مزيان طايبه مزيان. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه البنات، ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء على قناتي. Donc voilà, notre meringue, voilà, il est bien cuite et croustillante. Donc j'espère que vous avez aimé la recette de cette meringue aux amandes et la meringue au sucre coloré. Je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne et à bientôt.